احسن الناس باذن الله. النهارده طبعا يوم شاق جدا والله، مع طيور تنظيف وبقى وعنايه طبعا كبيره. طبعا كل ده بيحصل لكن موضوع التنظيف الاقفاص والمساجد والكلام ده النهارده كان يوم شاق جدا. طبعا غسلت كل المساجد وكل الاكلات وكل الكلام ده، ونكون فعلا شاق. يا ريت الناس تقدر ده وتعرف احنا قد ايه بنتعب مع طيورنا وقد ايه يعني فعلا في مجهود كبير جدا بيقوم بيه عشان يوصل لمستوى افضل. اتمنى لكم كل خير ان شاء الله. شكرا لكم.